هذا يقول: هل يجوز أن أطوف تطوعا والإمام يصلي التراويح؟ لا بأس، لا بأس أنك تطوف والناس يصلون التراويح، لأن كله التراويح سنة والطواف سنة، لا مانع. ولكن كونك تصلي مع الناس التراويح ثم تطوف بعد ذلك أحسن لك، تجمع بين العبادتين، تجمع بين العبادتين أحسن لك. أما الجواز هو جائز.